أرحب أيضا بضيفي الذي ينضم معي من داخل الوطن الكابتن عبد الوهاب الزرقا رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد العام لكرة القدم في بلادنا. كابتن عبد الوهاب سعد الله مساك بالخير. أهلا وسهلا أخي الكريم، مساك الله بالخير والعافية. أهلا وسهلا فيك، سعداء بتواجدك كابتن عبد الوهاب. يمكن استمعت لتصريح رئيس بعثة منتخبنا وأيضا المرافق الإعلامي، والكل ما يزال يؤمل في إعادة مباراة منتخبنا مع المنتخب السعودي الشقيق، هل ما يزال هذا الأمل قائم؟ والله في الحقيقة أنا ما سمعتش ما صرحوا بالله، أنه ما كانش الصوت عندي خالص. طيب هم قالوا هكذا، قالوا أنه يعني ما زالوا يطالبوا بإعادة المباراة مع المنتخب. حقيقة إحنا طالبنا كاتحاد كرة قدم بهذا الكلام مع اتحاد غرب آسيا، خاصة أني وصلتنا رسالة من اتحاد غرب آسيا تؤكد فيها أن اللاعبين الاثنين اللي طلبوهم للفحص، وبعد الفحص تبين انهم سليمين ومؤهلين، واحد في المستوى الثالث واحد في المستوى الرابع، وعلى ضوء قالوا ان اللاعبين مؤهلين للعب وان شيلت العقوبه عليها، واحنا سندنا على هذا الكلام. تم المخاطبه السابقه من قبل الامين العام ووضح فيها كل النقاط والسلبيات والايجابيات، واحنا الان في صدد ارسال رساله اخرى الى رئيس الاتحاد. اذا لم يتجاوب معنا الامين العام او اللجنه المنظمه سيتم مخاطبه رئيس اتحاد غرب اسيا مباشره وشرح النقاط، لان قرارات من بعض المنظمين في غرب آسيا في اللجنة يبدو أنه البعض منهم ليس ملم بالقانون أو ليس ملم بلوائح اللعب، لأن أول مرة الاتحاد غرب آسيا يطلب الفحوصات، فهذه عادي عليهم جديدة الموضوع، يبدو أنهم مش ملمين بلوائح الاتحاد الآسيوي في الفحوصات، يعني ما تعني الفحوصات. نعم، ولكن يعني كابتن عبد الوهاب، هناك من يقول بأنه قيادة بعثة المنتخب من تتحمل المسؤولية، كان يفترض بحكم أنهم أبلغوهم من قبل 8 ساعات أنه ما دام أنت متأكد بصحة الفحوصات التي أجريت للاعبيك وعندك ثقة كاملة بأن اللاعبين لم يتجاوزوا السن القانوني، لماذا نزلوا للعب أمام المنتخب السعودي؟ كان يفترض أنه ما ينزلوش الميدان ولا يلعبوا ويجروا فحوصات رنين بحسب اللوائح والمنظمة الذي هم يعرفوها وقيادة الاتحاد حقنا يعرفها جيدا. أخي الكريم، أنت لما بتروح في بطولة وتحتمر اللوائح والقوانين وأنت بتمثل بلدك خير تمثيل، يجب أن تكون خير مثال. خلي الخطأ يجي من اللجنة المنظمة ويتحملوا عواقبهم أفضل من ما يجي مني أنا بمثل دولة. فإحنا وصلنا قرار، وصلتنا رسالة بإيقاف اللاعبين، طبعا كان في حوار معهم أنه كيف توقفونا قبلها بساعات معدودة. طيب كان الأولى والأحرى منهم أنهم يطلبوا فحوصات اللاعبين الذي عملناها إحنا وموقع عليها الطبيب المعتمد من الاتحاد الأسيوي، وإذا لهم شك إحنا لو لعبنا فهم يحملنا النتيجة، وأثبت أن اللاعبين كبار كان يحملنا النتيجة 3-0، هذه هي اللوائح والقوانين. لكن مراقب المباراة كان موجود يقول لك ممنوع ينزلوا، احنا صرنا نمثل بلد، ما رحناش نتشارع، مش احنا في دوري حواري، احنا في دوري في نظمة اتحاد غرب اسيا وفق لوائح النظام الدولي والاسيوي، فلذلك احنا احترمنا القرارات، احنا احترمنا القرارات، وفي الاخير هم اثبتوا للناس كلهم انهم غلطانين وان احنا على حق. يعني هي مشي القضية زي ما تقول قضية انتهاب العامية قبلية يلعبوا الا ما نعمل، لا، انا اقدم احتجاجي القانوني، لانه لو افترضنا احنا عملنا شيء مسيء وكانوا هم على حد فرضا، يعني كنا بنتحمل المسؤوليه امام الناس وامام المجتمع. نعم، فلذلك هم الان امام الناس وامام اللوائح هم اخطاوا، ودليل صحيح على ذلك انهم جابوا رسائل واعترفوا بخطاهم. نعم، طيب كابتن عبد الوهاب، هناك اخبار تشير انه كان في اجتماع اليوم بعد العصر مباشره لقياده الاتحاد العام لكره القدم بخصوص هذا الشان، ما الذي خرج به الاجتماع؟ نعم، حقيقة دعا الرئيس الاتحاد لاجتماع بالزوم، وكنا مجتمعين الساعة 4 العصر، ناقشنا فيه ما هو اللي حصل وما هي الرسائل وما هو الرد منهم. وصلنا إليه إلى أنه هو إحنا سنطالب من الاتحاد بعمل رسالة لرئيس اتحاد غرب آسيا، لأنه هو إدارة اتحاد غرب آسيا يدار في مجموعة، يعني البعض منهم أنت لو قلت حضرت البطولات هم عبارة عن 3 أشخاص أو 4 هم اللي يديروا البطولة بشكل عام، وبيكون الأمين العام من جهة عبر المراسلات. يعني فطالبنا إذا لم يردوا على رسالتنا الذي طلبنا فيها التوضيح ما هي الأسباب والذي وقفوا اللاعب، وكان المفترض أنهم إذا طلبوا لاعبين من اليمن في مقابله يطلبوا لاعبين من المنتخب السعودي المواجه. نعم، هذا حقهم، حق قانوني، لسنا ضد القانون، احنا مع القانون ولسنا خايفين، لأن احنا عارفين احنا عملنا فحوصات. نعم، وإذا وطالبنا كمان بإعادة المباراة
معنا مع السعودية حيث أني أثرت علينا نفسيا وفنيا، أنك في قبل اللاعبين دخلتم في مباراة مهمة. نعم. حيث أن كان منتخبنا داخل بثلاث فرص، لو صحيح. لو فزنا أو تعادلنا أو انهزمنا 1-0 صحيح. لكن الحالة النفسية اللي عاشوها البعثة المنتخب مع اللاعبين دخلوك في 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 شيء، خرجوك عن مضايق المباراة وعن التأهل. هم كانوا معارفين وحاسين أن المنتخب اليمني كان بايفوز بالراحة لأنهم شافوا المباريات، ولكن اللي حصل الآن في الاجتماع أنه سيتم تحرير مذكرة للاتحاد ونضالف فيه باللوائح وبالقوانين إنصاف المنتخب اليمني، ما لم إحنا على استعداد إلى 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 رفع هذا الموضوع كامل مع الأوراق كاملة. عمل الفحص اولا عندما عملوا فحص للاعبين بالاشعه، هذه محرمه اساسا. الفحص قلت لك الاتحاد غرب اسيا جديد على الفحوصات اول سنه، الاتحاد الاسيوي يمنعنا ان احنا نعمل فحص كشافه عاديه لانها فيها خطورة على اللاعبين كونهم عدم صغار. الفحص المعترف به دوليا هو الرنين المغناطيسي، لكن لانه الرنين المغناطيسي يظهر لك كم باقي في العرض، شهرين صحيح. ثلاثة كم سنتي. أما الكشافة العادية تظهر لك عض، ما تظهر الملامح هذه كلها صحيح. فهذا هو خطأهم الأول. الخطأ الثاني كمان أنه فقط في أولها طلبوا من المنتخب اليمني، بعدين طلبوا من بقية المنتخبات، بعدين طلبوا من المنتخب البقية. خاصوا المنتخب اللبناني كان قادر، ما عاد لحق أنه يعمل له فحص يعني مهزلة بكل ما الكلمة، أمر مؤسف. طيب كابتن عبد الوهاب، هناك من يقول بأن ردة الفعل من قبل الاتحاد اليمني ليست بالشكل المطلوب، بينما تابعنا ردة فعل مثلا للاتحاد العراقي بالتوقف إيقاف كافة المشاركات القادمة في اتحاد غرب آسيا، رغم أنه ثبت بحسب ما تقول اللجنة أنه في لاعب من المنتخب العراقي تجاوز السن القانونية. كلام، شوف احنا نحترم قرار الاتحاد العراقي او قرار هذا رغبتهم وشأنهم. احنا بننظر لها من المنظور القانوني، ناخذ حقنا بالقانون وباللوائح. ما هو اللي نعمله؟ الاتحاد العراقي تم اقصاءه. اما احنا ما اقصيناش بعد القرارات اللي صدرت والقرارات المجحفه من اتحاد غرب اسيا في الغاء مباراه العراق وتصعيد الاردن وفي اقصاء البحرين وتصعيد سوريا. احنا خرجنا لانه معنا 3 نقاط، طلع المنتخب السوري والمنتخب الفلسطيني 4 نقاط، والسعودي متاهل عننا فارق نقطه، والاردن 6 نقاط. نعم. فاحنا الان يعني بمعنى انه انتم خرجتوا لانه نقاطكم مش مكفيه توصلوا. احنا تعليق المباراه لما تحكم انت، انا اعلق المباراه وافعل ضيف، ايش استفدت انا كمنتخب يمني او كاتحاد؟ حقيقه قد يكون هذا ما فيش فيها اهميه كبيره هذا البطوله، ولكن احنا في المنتخبات في الاتحاد اليمني لكون احنا بنعجز في توفير مباريات وديه دوليه كثيره للشباب او للناشئين الاول او الاولمبي، بنتخفى فرصه ان احنا نلعب في المباراه التاليه بنعتبرها مباراه وديه. انت عارف الان المنتخب لعب مبارتين ومنتخب الشباب لعب، هذه فرصه لنا للتاهيل، وبنطالب حقنا بالقانون وباللوائح، لن نترك حقنا.